إذن تحية لمشاهدينا المحترمين في كل مكان، سعد الله مساءكم بكل خير. هنا في عدد جديد ومتجدد من برنامج فار سبور، هذا البرنامج يأتيكم مباشرة وحصريا كل يوم خميس على الساعة 5 مساء عبر قناتكم قناة التحرير ويب تي في. وللحديث أكثر إذن مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، هناك العديد من المواضيع التي سوف نتناولها معكم خلال هذا المساء، ومن أهمها فوز ريال مدريد برابطة دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه. كذلك نتحدث عن الأجواء المنتخبات، والبداية ستكون كذلك من مباراة المنتخب الوطني حينما يواجه فريق غينيا على ملعب نيلسون مونديلا على الساعة 8 اليوم. كذلك العديد من المباريات كل على غرار كل من المنتخب البوركينابي عندما يواجه المنتخب المصري على أرض الفراعنة، كذلك مباراة السودان وموريتانيا، مباراة عربية خالصة في هذه الأثناء. هناك العديد، كذلك نتحدث عن زيارة كريم بنزيما للجزائر، وتحديدا الذي سيحضر اليوم بكل تأكيد لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب غينيا. كذلك نتحدث عن القائمة المستبعدة من طرف تشكيلة المنتخب إنجلترا، وهناك العديد من الأسماء المستبعدة على غرار جاك غريليتش وهاري ماغوار الذين استبعدوا من قائمة المنتخب أسود الثلاثة من اليورو. كذلك بالنسبة للاعب ماديسون اللاعب الممتع لفريق نادي توتنهام. البداية سوف نتحدث عن المباراة اليوم، مباراة المنتخب الوطني وغينيا بعد حوالي تقريبا ساعتين 3 ساعات من الآن. البداية هذه المباراة هي مباراة نعرف أنها مباراة صعبة جدا، مباراة يعني أمام منتخب غيني يمتلك الكثير من الإمكانيات، يمتلك الكثير من اللاعبين المميزين في أندية أوروبية عريقة، وأن أغلبية لاعبي غينيا يحترفون في الدوري الفرنسي. نتحدث عن اللاعب نابي كيتا، نتحدث عن عديد من نجوم المنتخب الغيني. المنتخب غينيا يمتلك مستوى مميز، يمتلك لاعبين مميزين كما شاهدنا مؤخرا في كأس أمم إفريقيا عندما خسر المباراة أمام منتخب الكونغو التي كانت آخر خسارة. كذلك خسر في تصفيات الأخيرة أمام منتخب بوتسوانا بهدف لصفر. نتائج المنتخب الغيني في آخر تقريبا 7 مباريات يعني نتيجة ونتائج مميزة للمنتخب الغيني. اليوم كل الحذر والحذر ضد هذا المنتخب السريع، يمتلك دفاع مميز جدا، قادرين على فك شفرة الدفاع كما شاهدنا المنتخب الغيني في كأس أمم إفريقيا الأخيرة. دفاع صعب جدا في الاختراق ودائما يعمل على المرتدات، فلذلك نتمنى من المدرب بيتكوفيتش العمل على هذه الناحية. وسوف نشاهد في أول اختبار صعب بالنسبة لي المدرب بيتكوفيتش أمام منتخب غيني في ثالث مباريات المنتخب الوطني بقيادة بيتكوفيتش. هنا سوف نستطيع العمل والحكم، صحيح أنا لا نحكم مبكرا، لكن سوف نرى من خلال المباراتين السابقتين ما الجديد الذي أضافه بيتكوفيتش وما هي الأشياء السلبية التي بقيت إلى حد الآن. مباراة صعبة جدا، مباراة صعب للتوقع فيها، نأمل ونتفائل بقدرة المنتخب الوطني بالفوز بسهولة على المنتخب الغيني. دائما نتمنى الحسم في الشوط الأول لأن المباراة يجب فك الشفرة في بداية الشوط الأول. فالمنتخب الوطني هل سنرى اعتماد بيتكوفيتش على نفس التشكيلة التي اعتمدها على مباراة جنوب أفريقيا؟ هل نرى اعتماد المدرب بيتكوفيتش على تشكيلة مغايرة عن المباراتين السابقتين الوديتين بالنسبة للمنتخب الوطني أمام كل من بوليفيا وجنوب أفريقيا؟ هناك الكثير من يتساءل هل يتم الاعتماد على تشكيلة مباراة أمام جنوب أفريقيا التي كانت مميزة، لكن هناك خلل دفاعي كبير من المنتخب الوطني، ونتمنى التدارك في هذه المباراة من تصفيات كأس العالم 2026. هنا لا مجال للأخطاء، مباراة رسمية، مباراة في سباق التأهل لكأس العالم 2026. دائما نتفائل ونأمل
بجاهزية المنتخب الوطني لهذه المباراة، والفوز بنتيجة كبيرة تحيي لنا أمال المنتخب الوطني وتكون بداية انطلاقة جديدة بعد الخيبات المتكررة من عدم الصعود إلى كأس العالم والخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا الأخيرة. كذلك بالنسبة للمنتخب الوطني كما هو متوقع في حراسة المرمى ماندريا، على الجناح هناك يوسف عطال ظهير، وكذلك في وسط الوسط الدفاع الحديث هناك عن الاعتماد ربما على عيسى ماندي، انك تتحدث عن عيسى ماندي الذي لم يلعب منذ فترة طويلة وطويلة جدا مع نادي فياريال، وكذلك الحديث هناك بعض الشكوك من الاعتماد على الوسط الميدان الآخر بقيادة عيسى ماندي. الأقرب يقولون من بعض الصحف الجزائرية توغاي هو الأقرب لقيادة وسط الدفاع رفقة عيسى ماندي. في الظهير الآخر ريان آيت نوري الذي يقدم مستوى مميز في الدوري الإنجليزي. فهذه التشكيلة تقريبا في الخط الدفاعي بالنسبة للمنتخب الوطني. بالنسبة لخط الدفاع ما هو مؤكد هو وجود تقريبا إسماعيل بن ناصر ضمن وسط الميدان، رامي الزروقي، وكذلك الحديث ربما عن حسام عوار أو ربما قندوسي الذي شاهدناه في المباراتين السابقتين يقدم مستوى مميز عند دخوله، فلذلك ربما نرى اعتماد بيتكوفيتش على قندوسي منذ بداية المباراة المنتخب الوطني. في البداية الهجومية للمنتخب الوطني الأقرب حضور كل من بنزية، ربما نشاهد كذلك سعيد بن رحمة على مستوى الجناح، وربما كذلك نشاهد ياسين إبراهيمي في الهجوم. هكذا ربما يعتمد بيتكوفيتش على تشكيلة المنتخب الوطني الرسمية ضد منتخب غينيا. كما ننوه كذلك بالنسبة لمشاهدين بأن منتخب سيراليون تفوق على جيبوتي في مباراة أمس ضمن مجموعة المنتخب الوطني، وبذلك يبقى سيراليون بنتيجة 6 نقاط في المجموعة خلف المنتخب الجزائري الذي تنقصه مباراة إلى حد الآن من منتخب غينيا، فلذلك نتمنى الفوز لأن الفوز والـ3 نقاط مهمة جدا للمنتخب الوطني في هذه الأثناء حتى نبتعد على الشكليات وبعض الأمور المعقدة من التصفيات التأهل وغيرها. فلذلك المنتخب الوطني مطالب بأن يفوز، مطالب بأن يأتي بـ3 نقاط بأي طريقة ممكنة حتى لا ندخل في الحسابات الضيقة للمنتخب الوطني. أنا بصراحة عن نفسي متفائل جدا بفوز المنتخب الوطني، لكن كرة القدم تحديدا عودتنا بأن الميدان دائما هو الفاصل في هذا الأمر. منتخبات إفريقيا يعني لم يعد هناك منتخبات صغيرة، يعني من قبل كنا نتحدث على أنها مباراة سهلة وغيرها، مثل ما حدث في كأس إفريقيا الأخيرة الجميع وأشد المتفائلين للمنتخب الجزائري كان يرى بأن المنتخب الوطني قبل بداية كأس إفريقيا بأنها مجموعة سهلة وقادرين على التأهل في المرتبة الأولى. كذلك حدث نفس الأمر بالنسبة للمنتخب الوطني عندما واجه فريق موريتانيا. قبل البداية الجميع رشح المنتخب الوطني للفوز، والبعض كان يقول ربما نصعد في المرتبة الأولى، في المرتبة الأولى أفضل من الثانية وغيرها، لكن رأينا النتيجة مؤخرا بعدم فوز المنتخب الوطني وخسارة المنتخب الوطني أمام منتخب موريتاني الذي تطورت الكرة الموريتانية مؤخرا في موريتانيا. كذلك موريتانيا يقدم مستويات مميزة مؤخرا في تصفيات كأس العالم 2026، والآن يواجه المنتخب السوداني شقيق في مباراة عربية خالصة. بكل تأكيد نتمنى كامل الحظ الأوفر للمنتخبات العربية وللمنتخب الوطني كذلك في هذه المواجهة الليلة. هذه المواجهة سوف نكتشف من خلالها أفكار جديدة بالنسبة للمنتخب الوطني، ربما نكتشف أشياء إيجابية جديدة في المنتخب الوطني، ودائما نتفائل بتقديم المنتخب الوطني أداء ونتيجة ضد المنتخب الغيني، المنتخب الصعب والمنتخب يعني تقريبا صعب جدا خارج ميدانه، فلذلك نتمنى دائما حظ أوفر ويعني النتيجة تحسم في الشوط الأول بعيدا عن مجريات الشوط
الثاني. نقطة مهمة أخرى وهي حضور منها كريم بنزيما لحضور المباراة من ملعب نيلسون مانديلا الذي سوف يحضرها اليوم على الساعة 8:00. هذه الزيارة جاءت بالنسبة لكريم بنزيما لبلده الأم، وهو مقيم حاليا بفندق بوهران. كذلك شاهدناه كذلك عبر صفحة الاتحادية الجزائرية عندما زار تدريبات المنتخب الوطني الأخيرة قبل مواجهة غينيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026. نقطة مهمة أخرى جدا، ربما نشاهد يعني أسماء جديدة في المنتخب الوطني، اكتشاف جديدة، اكتشاف جدد، لاعبين يعني مميزين ربما يفرضون أنفسهم. بالنسبة للمدرب بيتكوفيتش، دائما ما يقول بيتكوفيتش في المؤتمرات الصحفية أن اللاعب الأجهز واللاعب الأفضل هو الذي سوف يشارك، هو الذي سوف يتلقى الاستدعاء من خلال تربص المنتخب الوطني. الأكثر جاهزية هو من يلعب، لا مجال لمنح الفرص للآخرين وغيرها. نحن في مباريات رسمية والمباريات الودية ربما انتهت حاليا، ونحن في مرحلة الجد، ونتمنى كامل التوفيق للمنتخب الوطني. ضمن مباريات اليوم أيضا مباراة بوركينا فاسو والمنتخب المصري، نعرف أن منتخب بوركينا فاسو يعني خصم شرس صعب جدا. تواجهنا تقريبا في مباراتين سابقتين ضمن تصفيات كأس العالم، شاهدتم مدى صعوبة هذه المباراة، أزالنا العرق البارد هذا المنتخب، فلذلك مهمة صعبة كذلك بالنسبة للمنتخب المصري ضمن مواجهة المنتخب البوركينابي على ملعب القاهرة. فكذلك نتمنى التوفيق للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن المدرب الجديد للفراعنة. كذلك من المباريات العربية شاهدنا فوز المنتخب التونسي بالأمس ضد فريق غينيا الاستوائية بنتيجة هدف لصفر، جاء في الدقيقة 84. ثلاثة يعني تقريبا فوز تواليا بالنسبة للمنتخب التونسي، 9 نقاط من أصل 3 مباريات، وهو بخطى ثابتة نحو صدارة المجموعة، وهو حاليا متصدر خلفه مباشرة منتخب ناميبيا. كما ننوه بأن الكاف قامت بخصم جميع النقاط بالنسبة لفريق غينيا الاستوائية بسبب مشاركة اللاعب ومهاجم منتخب غينيا الاستوائية، ربما هناك بعض المشاكل القانونية وغيرها، فقام بتغريم فريق واتحادية غينيا الاستوائية، كما قام كذلك يعني منع اللاعب من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر، كذلك خصم كل نقاط من منتخب غينيا الذي كان يمتلك في سجله 6 نقاط ضمن مجموعة تصفيات كأس العالم 2026، ضربة موجعة كذلك بالنسبة لمنتخب غينيا الاستوائية، وهذا في صالح المنتخب الشقيق المنتخب التونسي. كذلك من المباريات اليوم التي تلعب حاليا مباراة السودان وموريتانيا. السودان في مجموعة صعبة جدا، نتحدث عن مجموعة المنتخب السنغالي الذي يعني لديه مجموعة نقاط 4 نقاط، المنتخب السوداني في صدارة المجموعة كذلك برصيد 4 نقاط، متفوق في مواجهة في سجل الأهداف، فلذلك منتخب موريتاني ومنتخب سوداني منتخبين عربيين شقيقين، نتمنى كل التوفيق لهما في خلال هذه اللحظات، ونتمنى تأهل منتخب عربي من خلال هذه المجموعة التي يتصدرها المنتخب السنغالي. والأقرب دائما ما نقول على أرض الواقع وعلى الورق المنتخب السنغالي، ونتمنى تغير المعطيات وبذل مجهود كبير وكبير وكبير جدا بالنسبة للمنتخب الموريتاني والسوداني للظفر بالمرتبة الأولى، ربما حتى لا تكون مرتبة أولى، يدخلون في مواجهة المرتبة الثانية في الدورة النهائية بالنسبة لأربع المنتخبات لأفضل تصنيف ثاني من خلال هذه المجموعة. في بداية تصفيات كأس العالم 2026 بمنطقة إفريقيا اشتقنا لأجواء المنتخبات، اشتقنا كذلك لأجواء الإفريقية خاصة بعد النكبة التي حدثت بالنسبة للمنتخب الجزائري مؤخرا بالخروج من دور المجموعات ضمن كأس إفريقيا مؤخرا بالكوديفوار.
نعم اليوم نربحوا شيدا قال إنه اليوم نربحوا هدفين لصفر. نعم نتمنى كذلك نتيجة أكبر من نتيجة هدفين. نعم مباراة صعبة جدا، صعب إنك تتوقع فيها بالنسبة للمنتخب الوطني. منصور حميمة يقول غينيا مش سهلة، فعلا يعني مباراة صعبة، وغينيا من المنتخبات المميزة، من المنتخبات التي تمتلك قوة دفاعية وقوة هجومية بالنسبة للاعبين محترفين في أكبر الأندية في أوروبا. الجاوة يقول ماندي ليس جاهز، فعلا لم يلعب أي مباراة رسميا طيلة تقريبا شهرين أو ثلاثة أشهر، وربما سنشاهده يعني في التشكيلة الرسمية، وربما اليوم بيتكوفيتش لا يشارك ماندي بالأساس. كل التوقعات مفتوحة بالنسبة لتشكيلة المنتخب الوطني. ننتظر تعليقاتكم حول ما هي التشكيلة المثالية التي تفضل أن يبدأ بها بيتكوفيتش لمباراة الليلة ضد المنتخب الغيني. زكريا يقول الكتيبة الجزائرية ستجد صعوبة في الفوز على منتخب غينيا، لكن أتوقع الفوز بهدف لصفر. نعم هكذا توقعات زكريا، يعرف ويدرك أن هذه مباراة صعبة، وتوقع توقع منطقي جدا، ويفوز المنتخب الوطني على منتخب غينيا بهدف لصفر. نعم نتمنى كذلك الفوز بنتيجة عريضة وتعطينا بعض الأمل الكبير في المنتخب الوطني لمواصلة السير في منهج الانتصارات والصعود المبكر لكأس العالم 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. عاشت الكشفية، مساء الخير أخي عبد الله، مساء النور، عاشت الكشفية. أعطونا توقعاتكم بالنسبة للتشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني. نعم عمر يعقوب يقول التشكيلة المتوقعة بالنسبة للمنتخب الوطني في حراسة المرمى ماندريا، في الدفاع عطال ماندي توغاي آيت نوري، فعلا في وسط الميدان بن ناصر بنزية عوار إبراهيمي، وفي الهجوم جويري وبونجاح. ربما هذه يقول عمر يعقوبي التشكيلة المتوقعة للمنتخب الوطني، تشكيلة مميزة جدا، تشكيلة هجومية، تشكيلة تمتلك رعبا على مستوى الهجوم. نعم خلايفة محمد الهادي إذن متواجد بتغطية المباراة المنتخب الوطني ضد منتخب غينيا بالجزائر العاصمة بملعب نيلسون مونديلا، يقول تغطية مباشرة عبد الله بن علي من ملعب نيلسون مونديلا، حضور جماهيري غفير وغفير جدا، وكذا الرقابة وحضور قوي للأمن بسبب ما جرى في قسنطينة، نتمنى السلامة للجميع. إذن شكرا لك محمد الهادي خلايفة الزميل ب قناة عفوا القائد نيوز، جريدة القائد نيوز، يقول بأن هناك يعني نعم يقول بأن هناك يعني خطة محكمة جدا من طرف الأمن الجزائري من أجل نجاح هذه المباراة، كما شاهدنا في المباراة الأخيرة بالنسبة لقسنطينة ومولدية الجزائر تقريبا في هذه المباراة التي كانت بسبب الشغب وغيرها، هناك العديد من الجرحى، هناك العديد من الفوضى، تكسير الكراسي بالنسبة لملعب الشهيد حملاوي، كلها يعني أشياء لا تمت بقيمة المناصر المحترف بأي صلة. فربما لا تتطور الكرة الجزائرية بهكذا أفعال، بهكذا أشياء، فيجب يجب أن نشجع دائما وأن نغضب دائما، يعني نكون بطريقة احترافية، ما داعي لتكسير الكراسي التي كنت تجلس عليها في ملعب المباراة، ما الداعي لذلك؟ يعني مهما كان حجم الغضب، مهما كان حجم الانتقادات، مهما كانت فيجب أن نحافظ على ملاعبنا، فيجب أن نحافظ على البنية التحتية وكذلك هذه المرافق التي تتميز بها الجزائر. كما نعرف أن ملعب الشهيد حملاوي من أفضل الملاعب، وكما شاهدنا في كأس إفريقيا للمحليين، يعني ملعب جيد بطابع اصطناعي وطبيعي بجانب مختلط، يعني شاهدنا في أرضية مميزة جدا، وربما
يلعب فيها المنتخب الوطني مستقبلا. فلذلك هذه الأفعال وهكذا تصرفات لا تمت بصلة لأي مناصر جزائري محترف. نعم زكريا يقول هل سيجد بيتكوفيتش التوليفة المناسبة لخط الدفاع حسب توقعاتك؟ نعم بصراحة زكريا لا نستطيع يعني التوقع من خلال نتمنى أن تكون هناك توليفة مناسبة بالنسبة للخط الدفاعي وتجنب الكوارث بالنسبة لآخر مباراة حدثت أمام منتخب جنوب إفريقيا. فلذلك عندما نشاهد المباراة سوف نحاول ونفسر ونتمنى كذلك أن تكون توليفة مناسبة ومستقرة بالنسبة للناخب الوطني. الأستاذ الدائم محمد تحية ليك من خلال منبر قناة التحرير يقول منور بن علي. شكرا أستاذ الله يكرمك ويسعدك رب. خلايفة محمد الهادي يقول إذن المباراة تعتبر اختبار لبيتكوفيتش كأول مباراة رسمية. نعم أول مباراة رسمية بالنسبة للناخب الوطني بيتكوفيتش. نتمنى أول فوز وبداية موفقة بالنسبة للمدرب السويسري للمنتخب الوطني بيتكوفيتش. الجميع ينتظر ما هي التشكيلة التي سوف يعتمد، ما هي الخطة المتوقعة، ما هي الأشياء الإيجابية ربما سنشاهدها من خلال هذه المباراة. الجميع متحمس لمباراة الليلة أمام المنتخب الغيني التي نتمنى كذلك أن تكون الانطلاقة وبداية الأفراح والأيام الملاح بالنسبة للمنتخب الوطني. نعم من النقاط كذلك المهمة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني وهي نقطة الجماهير. نريد جماهير تشجع المنتخب الوطني وليست جماهير واقفة فقط تستمتع بالمباراة. نطالب كذلك بالنسبة للجماهير الحاضرة على ملعب نيلسون مانديلا أن تكون مشجعة للمنتخب الوطني وهذا ما يعطي التحفيز والدعم المعنوي الكبير لمواصلة المنتخب الوطني في سكة الانتصارات بعد تعادلين أمام منتخب كل من بوليفيا وجنوب أفريقيا. هذه نقطة مهمة كذلك بالنسبة لجماهير المنتخب الوطني. كذلك بالنسبة للزميل محمد الهادي، محمد الهادي هل هناك يعني جماهير كبيرة جدا؟ هل هناك يعني بالنسبة للتذاكر؟ البعض ربما لم نشاهد الجماهير الكبيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد الآن من أي وسيلة إعلامية، لم يتحدثوا على أن هناك جماهير غفيرة بالنسبة للمنتخب الوطني. هل ترى كذلك نقطة مهمة جدا أن هناك جميع التذاكر بيعت من خلال هذه المباراة؟ عبد الرزاق يقول وقتها طورت الكرة الجزائرية للأسف. نعم فعلا هي أشياء لا تمت بالمنتخب الجزائري ولا بلا الأندية ولا بلا الجماهير. كرة القدم الجزائرية لم تتطور بالنسبة للعديد من السنوات وهذا أمر يعني مؤسف حقا. فلذلك نتمنى أن تكون هناك خطة محكمة من طرف الاتحادية الجزائرية الموسم المقبل ونظام سير حسن بدون تأجيل مباريات بدون عدم انتهاء الموسم في وقت. هذه كل الأمور داخلة في صلاحيات التخطيط بالنسبة للاتحادية الجزائرية. ريهام عكروم تقول يمكن القول أن مباراة اليوم أمام منتخب غينيا هي مباراة تكتسي أهمية بالغة في سباق حسم التأهل، خاصة وأن المنتخب الغيني على الورق يعتبر المنافس الأول من بين المنتخبات المجموعة على ورق الترشح. إن شاء الله ما يخيبوناش. فعلا كما ذكرت ريهام الإعلامية ريهام عكروم تقول بأن المنتخب الوطني يعني هو المرشح ما بعد المنتخب الوطني في هذا المجموعة هو منتخب غينيا باتفاق الجميع وليست موزمبيق أو أوغندا
أو بوتسوانا أو غيرها. المرشح الثاني بعد المنتخب الجزائري هو منتخب غينيا، فلذلك الحذر والحذر من هذه المباراة. نتمنى فيها الفوز للمنتخب الوطني والابتعاد في صدارة المجموعة وحسم التأهل مبكرا ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وإن شاء الله ما خيبناش بإذن الله تعالى. نقطة مهمة كذلك بالنسبة للمتابعين، هل ترى بالنسبة إليك أن بنزيما سوف يواصل التألق وسوف يبرهن مرة أخرى بأنه قادر على الإضافة بالنسبة للمنتخب الوطني؟ هل تتوقعون من يحسم مباراة اليوم؟ هذا هو سؤال اليوم، من يحسم مباراة اليوم بالنسبة لمباراة غينيا والمنتخب الوطني؟ كذلك هل تروا بأن بنزيما قادر على قيادة المنتخب الوطني كذلك في مباراة الأولى الرسمية بقيادة بيتكوفيتش؟ من اللاعب الذي تتوقعونه التألق اليوم في مباراته المنتخب الوطني أمام منتخب غينيا؟ من اللاعب الذين يعني تشعرون أنه سيتألق في هذه المباراة؟ وهل بنزيا قادر على صناعة الفارق في مباراة اليوم بعدما صنع الفارق في آخر مباراة ضمن مباريات الودية للمنتخب الوطني أمام كل من بوليفيا وجنوب إفريقيا؟ نعم، زكريا يقول ياسين إبراهيمي أو بنزيا. نعم، ياسين إبراهيمي أو بنزيا هما من يتوقع زكريا تألقهما من خلال هذه المباراة الرسمية الأولى بالنسبة للناخب الوطني بيتكوفيتش. عبد الرزاق يقول ياسين إبراهيمي. إلى حد الآن يعني ياسين إبراهيمي هو الأبرز من خلال التعليقات لقيادة المنتخب الوطني للفوز هذه الليلة. عبد الرزاق يقول إبراهيمي متعود على هذه الأجواء. أنا بصراحة اليوم أتوقع فوز المنتخب الوطني بنتيجة يعني 3 أهداف لهدف في مباراة الليلة. هذه هي توقعاتي بالنسبة لمباراة اليوم. إذن ما هي توقعاتكم لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب غينيا ضمن المباريات الجولة الثالثة ضمن تصفيات كأس العالم 2026؟ دعونا كذلك من خلال التعليقات من تروه الأنسب لقيادة المنتخب الوطني للفوز هذه الليلة، وكم النتيجة التي سوف يفوز بها المنتخب الوطني، وهل يحقق تعادل أم ستكون هناك مفاجأة بخسارة المنتخب الوطني؟ ننتظر تعليقاتكم بإذن الله من خلال هذا البث المباشر. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام قد وصلنا تقريبا إلى ختام هذه الحصة، على أمل أن نلتقي إن شاء الله غدا أو بعد غد بفوز المنتخب الوطني على منتخب غينيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. دمتم في رعاية الله، سلام.